طبعا يا كابتن محمد كل سنة وانت طيب، وانا ببقى اسعد واحد بحس ان احلى حاجة في العام كله هو شهر رمضان، لان دي حقيقة، لان الشهر ده الوحيد اللي بتقدر تعمل الاتزان النفسي، لان الجسم عبارة عن مادة وروح، فانت المادة طول السنة بتاكل وتشرب وتعمل اللي انت عايزه، اما الشهر ده هو اللي بيديك الروحانية اللي تكمل جسد وروح. فسواء قربا من الله، سواء اعمال الخير، بكل حاجة. زائد ان الشهر ده له ذكريات كبيرة حتى في حياتي، يعني دايما اول رمضان ده اخر مباراة لعبتها كفريق اول نادي الزمالك، وكنت سن صغير وكنت يمكن ملازم اول، اللي هي مباراة مصر طيران والزمالك في استاد القاهرة، كسبنا اظن 6-1 او 7-1، كانت يوم 1 رمضان. 10 رمضان حصلت الحرب، حرب اكتوبر، حرب اكتوبر، وكان فيه في المباراة دي 3 عسكريين، يعني 3 من المؤسسة العسكرية، الله يرحمه الكابتن حمادة امام، وكان مقدم او رائد، وكان كابتن عفت رحمة الله عليه برضو كان رائد، وانا كنت ملازم اول او على وش نقيب في 1 رمضان 73. فدي اول ذكرى تيجي اول ما تقول لي رمضان. رمضان تيجي لي ان انا كاحد افراد المؤسسة العسكرية بعد ما سبت، لان انا سبت طبعا باليوم ده لاخر مباراة، قعدت حوالي 8-9 شهور بعيد بقى عن النادي وعن الكلام ده، في دوري كفرد من افراد المؤسسة للقوات المسلحة. فمر علي شهر رمضان كله في الجيش في الحرب، بتضحي بحياتك. تخيل بقى في الشهر الجميل ده روحانيا، تبقى دايما احنا عندنا من ايام الكلية الحربية مصنع الرجال، النصر او الشهادة. فدي كلمة بنقولها، انما في هذا التوقيت فعلا احنا كنا ما يبقى فيه مهمة خاصة او مأمورية انتحارية لمجموعة القوات الخاصة، كنا بنتخانق مع بعض كضباط ان نطلعها، اكنك رايح فسحة رغم انك رايح مش هترجع لانها خلف خطوط. فليه ذكريات كتير لو احنا قعدنا نتكلم، انا عارف ان وقت حضرتك محدود بوقت معين، ده عايز حلقات، عايز ساعة ونص عشان تحكي قصص كتيرة قوي. فده جزء انا بحمد ربنا اني قدر لي ان في هذا الشهر اني جزء من دمي، لان انا مصاب عمليات، نزل في ارض سيناء في هذا الشهر الطاهر اللي هو رمضان. كانت حرب استعادة الكرامة، ده استعادة الكرامة ورد الشرف وحاجات كتيرة جدا، مش لمصر ده للعالم العربي كله. انت عارف من ايام نكسة 67 وما كانش حد، اي فرد من القوات المسلحة يقدر يرفع راسه فوق. احنا حاليا دايما يقول لك ارفع راسك انت مصري، يعني حتى بنقولها دلوقتي. فالحرب دي لولاها ما كنتش تقدر تقول الكلمة دي دلوقتي، ارفع راسك انت مصري.